جورج، اكلمك بصفتك خريج الجامعه ولا اكلمك بصفتك راجل بتمثل تويتر دلوقتي؟ انت عامل مشترك ما بين تويتر وما بين الجامعه. مظبوط. وده بالظبط الايفنت او الحدث اللي احنا بنتكلم بخصوصه. مظبوط. الاول قول لي اكتر حاجه بيتهم بيها تويتر او فيسبوك او اي تواصل اجتماعي تاني، وانت كنت بتشير لحلقه مع دكتور مصطفى الفقي. مظبوط. ورئيسه وزراء نيوزيلندا قالت الموضوع ده، انه كل الافكار المتطرفه كانت طول عمرها موجوده، بس دلوقتي بقى انتشارها اسرع ومع الاسف الشديد بفاعليه اقوى. انتوا موجودين النهارده علشان تقولوا لا احنا في تويتر بنعمل حاجه ثانيه، او التواصل الاجتماعي مش مسؤول عن الموضوع ده؟ اولا شكرا شريف على الاستضافه، وخلينا نقول في الموضوع على طول. لا يعني ودي بدايه مبشره. يعني شوف انت يعني حطيت ايدك على زي ما نقول مربط الفرس. احنا مش موجودين هنا علشان نقول ان احنا ما عندناش مشاكل. واعلن الكلام دوت الكوفاوندر والسي او بتاع تويتر جاك دورسي في المؤتمر السنوي لتويتر في شهر 8 اللي فات في سان فرانسيسكو، ان احنا كتويتر تحسين صحة المحادثات هو هدف رئيس لنا على مستوى العالم. The health of public conversation حاجة مهمة جدا بنحب نوضح. وجودنا النهاردة في الجامعة بيعكس اهتمامنا وإحساسنا بالمسؤولية المجتمعية قبل المسؤولية التجارية أو التكنولوجية. موجودين هنا مع الطلبة علشان نحارب أو نواجه أو نكتشف طرق جديدة لمحاربة المعلومات المضللة. ومحاربة المعلومات المضللة دوت it's a global societal problem. يعني احنا محتاجين احنا مش مشكلة مش يعني احنا مش مشكلتنا احنا كمجتمع مصر اطلاقاً. هي مشكلة موجودة في جميع انحاء العالم. بالضبط. وده بيتطلب ان احنا نتعاون مع كافة اصحاب المصلحة، سواء كان مع حكومات، مع اكاديميا زي ما احنا موجودين النهارده، مع مجتمع مدني، ازاي ان احنا نواجه الظاهره اللي بقت موجوده دي. مهم جدا ان لما نيجي نتكلم على انتشار المعلومات المضلله، زي ما انت ذكرت في المقدمه، اهم عنصر فيها عنصر التدقيق، ودي حاجه احنا الصراحه بنفتقدها جدا. احنا بننقل من ايد لايد، على من شاشه لشاشه، من غير. وخليني اقول على نقطه مهمه جدا، ان صراحه الموضوع دلوقتي برضو بقى تشالنجينج، ما بقاش سهل زي زمان، نتيجة وجود آليات خبيثة كتير اللي هي البوتس أو السبامز، بيحط بريشر وبيحط ضغط على المستخدم العادي للتويتر إن هو يقدر إن هو يفرز إيه المظبوط وإيه المش مظبوط. الحسابات اللي بتستخدم آليات معينة لترويج أخبار أو معلومات مضللة، التطور بتاعها، التكنيك اللي بيستخدموه في الترويج بيتطور. فإحنا يعني بنقول إيه، في سباق مستمر. يعني دايما في تطوير، واحنا من ناحيتنا كتويتر النهارده بنعلن مسؤوليتنا ان احنا واخدين على عاتقنا الاهتمام اول حاجه بالتواصل مع الجهات المعنيه، ان احنا نريز الاويرنس، ننمي الوعي مع الجهات المعنيه، نديهم الادوات اللي تقدر ان هي تتيح لهم ان هم يبلغوا عن محتوى معين. بمناسبة التعامل مع الجهات المختلفة سواء على مستوى الحكومي أو على مستوى الأكاديمية. أيوة. إحنا النهاردة في الجامعة على مستوى الأكاديمي. تمام. ممكن تشرح لي المسابقة كان يعني عبارة عن إيه وإيه الهدف منها؟ أكيد. شوف الفكرة جت لنا من خلال التواصل مع بروفيسور دورس. صراحة إحنا بقالنا أكتر من شهرين على تواصل مستمر وفي مكالمات، لحد لما حطينا زي فكرة معينة. إحنا شايفين إن التواصل مع الشباب النهاردة هو المفتاح اللي هيفتح لنا الحلول للمستقبل. وزي ما أنت قلت في المقدمة تاني، إن الشباب اللي معانا النهارده سنة أولى، ما احناش بنتكلم مع ناس خلاص بتتخرج، ده هم لسه فريش مايندز. وده كان صراحة دي مفاجأة اللي احنا شفناها. التعاون مع الجامعة النهارده بمناسبة الاحتفالات بالموانئ، احنا نعمل مسابقة على مدار 3 أيام شارك فيها أكتر من 50 طالب، كونوا 6 فرق، كل فريق عمل حساب على 6 فرق بالظبط، وكل فريق حاول إن هو يبدع في إن هو يخلق محتوى يواجه بيه فكرة المعلومات المضللة. وكانت النهاردة إعلان النتائج. في خلال 3 أيام استخدمنا هاشتاج تويت رايت أو تويت صح بطريقة مظبوطة، والصراحة المحتوى اللي شفناه كان مبدع جدا، وبداية مبشرة إن احنا نحط بذرة لمجهودات ابتدت النهاردة يمكن من الجامعة الأمريكية، لكن احنا موجودين في منطقة الشرق الأوسط كتويتر، وفتحين يعني ومدين إيدينا لكل الجهات اللي في مصر وفي المنطقة كلها، ان احنا نتعاون في كل البوليسي ايشوز اللي موجودة.